ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نبدا باذن الله تعالى بما يتعلق بفقه الصيام. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم يا اخواننا هذا الشهر شهر مبارك فلا بد ان نعرف كيف نستقبل هذا الشهر، ماذا نعمل، ما هو الصيام، لماذا نصوم، فامور لا بد ان نتعلمها. وهذا من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، ان الله سبحانه وتعالى اسال الله يبلغني واياكم رمضان. الصيام ركن من اركان الاسلام، ثبت صيام رمضان بالكتاب والسنه واجماع الامه. فما هو الصيام؟ الصيام لغه الامساك، وشرعا التعهد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصيام شرعا التعبد لله، إذا لابد أن ينوي. خرج بهذا ماله، استيقظ صلاة الفجر وظل من الفجر إلى المغرب لا يأكل ولا يشرب، لكن لم ينوي الصيام. الصيام باطل. إذا لابد في الصيام من ركنين كأركان البناء، لو أسقطنا ركن بطل الصيام. الأول النية، والثاني الإمساك عن جميع الفطرات. إذا الصيام لابد فيه من نية وإمساك. أمسك بلا نية فالصيام مباح. نوى الصيام وأكل وشرب أكل وشرب متعمدا الصيام باطل كلام. إذا التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. النية في الصيام تنقسم إلى قسمين، نية فرض ونية نفل. نية فرض ونية نفل. فالفرض لابد من تبييت النية من الليل قبل الفجر، لابد أن تنوي. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، لا يصح أن يقول اللهم إني نويت الصيام في هذا العام 1435 صائما بتوقيت فرنسا على أذان الفجر 43 دقيقة مفطرا على التقويم الموافق لتقويم فرنسا الساعة 6 تقريبا، صائما في مدينة غرنوبل مصليا صلاة التراويح في مدينة كذا. ما يمكن. النية محلها قلب والتلفظ بها بدعة. ويكفي في نية الفرض الآن في شهر رمضان كل واحد منا مجرد ما يسمع بدخول الشهر ينوي الصيام الشهر كامل، وهذه تكفي هذه النية. أما هذا ما يتعلق بصيام الفرض، إذا لابد في الفريضة من تبييت النية من الليل، ونحن نبيت النية عند دخول شهر رمضان ولله الحمد نصوم الشهر كامل. الثاني نية النفل، النافلة يصح أن تنوي صيام النفل في أي ساعة من النهار، ولو بعد العصر، ولو قبل المغرب، لكن بشرط ألا تأتي بمفسد أو بمفطر من المفطرات. يعني هذا استيقظ صلاة الفجر وذهب وأكل وشرب والحمد لله، ثم قال
اليوم خميس الحمد لله انا انوي الصيام من الان يصح؟ لا يصح لانه اكل وشرب بعد الفجر. لكن امسك من صلاه الفجر الى قبل الظهر لم ياكل ولم يشرب. قال لماذا ما اصوم هذا اليوم؟ اني صائم. يصح؟ ننظر. نوى فريضه ام نافله؟ نافله. يصح في اي ساعه من النهار؟ اكل او شرب او اتى من فطر؟ لا، صيام صحيح. اذا النيه لابد فيها من نيه فرض ونيه نفل. الفرض لابد من تبيت النيه من الليل، وتكفي النيه عند دخول الشهر لكل الشهر ولله الحمد. اما نيه النفل تصح في اي ساعه من النهار بشرط ان لا ياتي بمفسد او بمفطر من المفطرات. لكن لا يحسب له الاجر الا من عند عقد النية. يعني الأولى نبكر بالنية لا يؤخر في الصيام النفل. وهذا معناه أن الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام فرض وصيام نفل. صيام فرض وصيام نفل. صيام الفرض رمضان والكفارات والنذور، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وصيام نفل يأتينا إن شاء الله. نبدأ بالفريضة لأن هذا الأصل. على من يجب صيام شهر رمضان؟ هل أنا يجب علي الصيام أم لا؟ كيف نعرف؟ لابد أن نعرف شروط وجوب الصوم. يجب الصوم على المسلم، يجب الصوم، يقول العلماء رحمهم الله، يقول يجب الصوم على المسلم. سبحان الله، أصلاً الكافر لا يخطب بالصيام ولا بالصلاة، يخطب بماذا؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فإذا دخل في الإسلام نخاطبه بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام وهكذا، صح؟ لماذا يذكر العلماء رحمهم الله في كل عبادة من العبادات شرط الإسلام؟ تأتي في الصلاة، قال بشروط الصلاة الإسلام، الزكاة الإسلام، الصوم الإسلام، الحج الإسلام، الوضوء الإسلام، التيمم الإسلام، الاغتسال الإسلام. لماذا؟ مع أن الذي يصنع هذه الأشياء هو المسلم. قال لأن هناك من، نسأل الله السلامة والعافية، من يصوم ويصلي ويؤدي الزكاة ويحج ويعتمر ويصنع 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 وهو مشرك شرك أكبر. صحيح، يسب الرب ويصوم صيامه، والله باطل. يصوم وهو يدعو غير الله، يدعو أصحاب القبور ويذبح لهم، يستعين بالجن، ساحر وينصب، يرفع الصيام؟ لا. ولهذا يا أخوانا ما نتنبه لماذا في رمضان تبدأ التمثيليات الإسلامية؟ هذا ليست من تمثيليات إسلامية، بل التمثيليات الكفرية، الكفر أكبر فيها. صحيح يا رجل، إنسان يمثل دور من؟ أبو جهل وأبو لهب وإبليس وفرعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. رجل يخرج ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الرب ويحلف باللات وبالعزة، وقال تمثيليات إسلامية. هذه التمثيليات تمثل كفر أكبر. بالله ترضى انه واحد يمثل والدتك ما ترضى انه يذكر اسمها في حياته؟ صح. كيف وقد مثلوا امهات المؤمنين، مثلوا الصحابه ومثلوا كبار الصحابه ومثلوا الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ومثلوا الملائكه حتى مثل رب العالمين. هذه تمثيلات كفريه، بل كفر اكبر. وانت الان عندما تتفرج عليها في رمضان تقر على الكفر، إذا أقررت بالكفر أنت مثله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أنكم إذا مثلهم. ما يمكن إخواننا، فتوى كبار العلماء على هذا، ما يمكن تمثيل الصحابة، هذا كفر، استهزاء، سخرية بالدين. قل أبي الله، يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ وتسب وتشتم
أمن الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. فأنت ريح نفسك وعندما يدخل رمضان تعود نفسك أنك تبقى في المسجد، الجوال أغلق وارتاح منه لأنه يرسل لك رسائل نعم وكأس العالم من طريق وهؤلاء من طريق. أنت محارب يا أخي، محارب المسلم محارب، كافر ومنافق وشيطان ومسلم يحسد صحيح، والشيطان يعني كل ما تخرج من طريق يفتح لك طريق آخر، تفر من طريق صح أغلق عليك الشيطان كل الطرق صحيح؟ صح أم لا؟ صح؟ لا والله مو صح. ثم لآتينهم من بين أيديهم، أعطيك من الأمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم كل الطرق صح؟ هذا الدليل. لا بقي طريق واحد ما يمكن يغلق عليه، يا أخي توجه إلى الله والحمد لله. مفهوم أخواننا؟ لا كأس عالم ولا تمثيليات كفرية ولا تمثيليات فسق ومجون ولا رب. أقول هذا العام بإذن الله يكون كغير العام السابق، ولا بد أزداد في الطاعات وأزداد في عبادة الله صح؟ ومن الناس من يسأل قال أنا أصوم لكن لا أصلي، ماذا؟ قال أصوم ولكن لا أصلي، مشكلة هذه. طب إيش تصنع؟ تقول له يا أخي اتق الله خاف من الله، غدا تموت ترى ما نصلي عليك، زوجتك تكون عليك حرام، ولا نقبرك ندفنك مع الكفار وممكن يضع عليك صليب. الله صدق كيف يا أخي أنت مسلم وما تصلي؟ لأنه هو يريد فتوى أنه يأتي الشيخ قال اسمع صيامك ما يصح، قال جزاك الله خيرا اجمع الصيام مع الصلاة يلا صحيح والله خير. طيب إذا من شروط الصيام أهم شرط الإسلام، وراد أن يفسد عليها كفر أكبر نسأل الله العافية والسلام. والله يجتمع في سنين، نعم هذه التمثيليات سنين يعمل فيها، حتى اللي قرأت الآن في الظاهرة قرأت في الجريدة قال بشرى لمتابعينا في رمضان نعمل 20 ساعة في اليوم حتى يخرج المسلسل الكفري إن شاء الله تعالى في رمضان. 20 ساعة يعمل في اليوم الواحد من أجل إيقاع الناس في الكفر وإفساد صيام الناس. والله صدق صح؟ أي نعم، خاصة قرب وقت الإفطار لأن تتعب طيلة النهار ويفسد عليك النهار والحمد لله. يا أخي شيطان الجن أخطر أو شيطان الإنس؟ من يعرف؟ تعرف؟ ما تعرف أن أخطر شيطان الجن أو الإنس؟ تعرف يا أخي تعرف؟ أيهم أخطر؟ شيطان الجن أو شيطان الإنس؟ الإنس، لأن شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب، أما هذا شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عرض ما يذهب بل يزيد يعاني. صحيح والله أشهد. هذا أول شرط مهم جدا يا إخوانا، لابد نحقق نتعلم التوحيد نخلص لله وتترك هذه الأمور كلها. في رمضان قرب رمضان هذا الايفون ولا الثاني كسر الجوال وارتاح منه خليك السلام. يصح اذا كان شيء ينهيك عن الله ويؤدي بك الى كفر اكبر ما تكسره؟ اكسر وارتاح. طيب الاسلام يجب الصيام على المسلم العاقل، خرج بهذا المجنون. فهل عندي سؤال، فهل يجب الصيام على السكران؟ نعم أم لا؟ من يعرف؟ اللي يعرف يرفع إصبعه أخوان، إحنا في مجلس علم ما حد يتكلم. هل يجب الصيام على السكران؟
أرفع أسبوع لا يجب. هذا قول سبحان الله. طيب إذا هنا نص المجتمع عندنا لعل يشرب وقال الحمد لله أفتاني فلان وفلان أنا ما علي صيام أشرب وسقط عني الصيام جزاكم الله خيرا. نقول لا تشرب الخمر وتصوم صح؟ نعم مثل الأول اللي قال أنا أصوم ما أصلي. نقول تصلي وتصوم ولا يسقط عنك لا الصيام ولا الصلاة صح؟ مشكلة نسمع هؤلاء قال والله أفتاني فلان قال الحمد لله لا يجب على السكران الصيام أنا طيلة النهار أشرب وطيلة الليل الحمد لله. يجب الصيام على المسلم العاقل خالد بهذا المجرى. أما السكران نقول لا تشرب وتصوم. طيب البالغ خالد بهذا الصغير فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا لكن نشجع الصغار على الصيام نأتي بهم إلى المسجد وتعطي بعض الألعاب في المسجد لا إشكال فنخاطب ولي الصغير نقول علم الصغار الصيام ونقول للصغير يا أخي تصوم ولك جوائز وتلعب وكذا. من العجب أن الصغار يصوم. أسأل أي واحد فيكم الآن هل رأيت يوم من الأيام زوجتك أو أختك أو أمك أو خالتك أو جدتك تأكل أو تشرب في يوم من الأيام في نهار رمضان مع أنها لابد أن يأتيها أيام في رمضان هي معذورة في بحيض أو نفاس صح؟ ما تراها أنها تستحي والصغير يقول ما يتعب وكذا يا ولد كل ارتاح قليلا كذا قال لا أصوم. وهذا الجلد البالغ الكبير يشرب الدخان عيانا جهارا يحارب من؟ رب العالمين. اي نعم. وعندما تقول يا اخي اتق الله قال انا حر صح؟ لا مو صحيح. هذا عبد عبد عند من؟ عند الشيطان. تقول انت ما انت حر انت والله عبد لابليس ولو كنت عبد لله لحصل لك بهذا عزه ورفعه صحيح. بل اجتمعوا في سنوات الماضية اجتمع بعض الناس وقالوا نفطر في نهار رمضان. والله اخواننا هناك من افتى لاعب الكرة المهم بالفطر في نهار رمضان قال ان الكرة تقوي المهم هذه فتوى انها ما عندي ابى لاعب الكرة الفطر في نهار رمضان والله قال ما نفطر. الاسلام والعقل والبلوغ مع أن الصغير مخاطب ويخاطب الوالد كذلك والاستطاعة استطاعة القدرة على الصيام. هناك من لا يقدر على الصيام لماذا؟ لكبر في السن كبير السن أو مرض لكن مرض يضر به إذا صام لأنه ممكن يجرح في إصبع ونه رأيت الجرح يا ربي ويفطر في نهار رمضان. تقول لماذا تفطر؟ قال مريض معذور. أي مرض؟ هذا مرض؟ لا مرض يضر به إذا صام. هذا المرض الذي يبيح الفطر في رمضان. أما عطاس زكام جرح في الإصبع لا يبيح الفطر في نهار رمضان. مثلا يرتفع لديه السكر لديه مرض السكر ولابد ياخذ دواء كل اربع ساعات او انسولين او كذا ضغط في الدم كذا من الامراض الخطيره يمنع الصبيب الطبيب من الصيام يصوم؟ لا. هذا الشرط الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعه و الاستطاعة. المستوطن خرج بهذا المسافر فلا يجب الصيام على المسافر لكن الأولى بالمسافر أن يصوم. لماذا؟ ما لم يشق عليه. لماذا الأولى بالمسافر أن يصوم؟
لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر. وهذا فيه إدراك فضيلة الشهر شهر رمضان، وفيه أن الصيام مع الناس أسهل. الآن لما نقول لهذا الشيخ تستطيع صيام شهر كامل؟ يقول ما أستطيع. رمضان على رمضان لأن أصوم مع الناس ما أشعر بهذا. وكذلك الآن لو أخر لعله يمرض يموت يؤخر. ولذلك الآن دائما الآن تأتي الأسئلة: بقي علي أيام من رمضان وأخاف يدخل علي رمضان وأنا لم أقضي. صح. إذن الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. هذا الشرط الرابع والخامس والسادس. الله يفتح عليك. الخامس السادس الخلو من الحيض والنفاس. فهذا الذي تراه من هذا رمضان ياكل ويشرب ويشرب دخان، اسأل هل أنت حائض أو نفساء؟ صدق والله. إلا هذا يعني ينظر فيه حائض أو نفساء أو كذا. الله المستعان. الحمد لله دعفا. والله الحائض والنفساء ما تأكل وتشرب في نهار رمضان، تستحي والله. إذا هذه شروط ستة. من يعيد عليه هذه الشروط؟ ما يعد عليه الشروط الستة؟ سبحان الله أخوانا أخاطب جدران. لكم معنا بسم الله الشر. الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاع والاستيطان والخلو من الحيض والنفاس. الله يفتح عليك. من يعيد؟ الإمام بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. الإسلام الإسلام والعقل والعقل والاستطاعة والبلوغ والاستطاعة والبلوغ والاستيطان والاستيطان والخلوب من الحيض والنفاس. الله يفتح عليك. هذه شروط الصيام. طيب ما هي مفسدات الصيام أو المفطرات؟ هذا الذي لا يعرف المفطرات الله أعلم قد يكون صيامه باطل. هما يا اخوانا ما تعرفون المفطرات؟ سبحان الله. تصوموا في هذه البلاد؟ انا ما عندي علم اخوان، انا جيت اتذاكر معكم بس. اخوان يفطر يكون الانسان افسد صومه بما من يعرف؟ سبحان الله. واحد مفسد فقط بس. اللو. لا انا معك والله. هذا يقول الشيخ جزاك الله خير، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور يعني قول كل محرم، شتم وسب. لأن بعض الناس في رمضان يقول: اسمع أخلاقي هنا، لا أحد يكلمني، حتى الزوجة ترتعب والمجتمع من حول ما أحد يكلم. قال هنا أخلاق. سبحان الله. جاء الصيام لتهذيب الأخلاق أو لا؟ سبحان الله. من لم يدع قول الزور قول كل محرم والعمل به فعل كل محرم. صح؟ مثل كاس العالم. طيب فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. هل هذا من المفطرات؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنها فقال: لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام. صدق صحيح؟ غيبة ونميمة. الله المستعان. ولذلك قلنا نبقى في المسجد أحسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: طهر للصائم من اللغو والرفث. إذا هذا ليس من المفطرات لكن من المحرمات. الله يفتح عليك. من المحرمات على الصائم. يا اخواني مفسدات الصيام، الله المستعان. انا اسال عن شيء. لا انا ما نريد، نريد الان. لا اخواننا الثانيين ما تعرف اخوان؟ اوقف اوقف. الاكل والشرب عمدا. الله يفتح عليك. لا ابقى معي.
الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان طبعا، في الليل يأكل يشرب ما شاء الله ما لذ وطاب، حتى لا يصلي التراويح من شدة ما يأكل. الله، الأكل والشرب عمدا، لو أكل أو شرب ناسي فصيامه صحيح، لكن متى تذكر يوقف الطعام والشرب. طيب، الأكل والشرب عمدا، وما جرى مجرى الأكل والشرب، أخذ هذه البضعة، هذه البلاستيك، أكل أو شرب؟ لا، أخذها وأكلها. أفضل؟ أفضل، لأنه جرى مجرى الطعام والشرب. مفهوم؟ طيب، أصبر يا رجل. اللهم استعان. إذن الأكل والشرب عمدا، وما جرى مجرى الطعام والشرب. طيب، أو كان يقوم مقام الطعام والشراب مثل الإبر، هذا السيروم مغذي، يفطر؟ نعم يفطر، لأنه هذا يقوم مقام الطعام والشراب، لكن ذهب إلى المستشفى وأعطوه إبرة مسكنة للألم، فولترين مثلا، أفطر؟ لا، إبرة للضرس من أجل التخدير، أفطر؟ لا، مفتوح، مفهوم؟ طيب، سؤال وتجلس، أو تجلس بلا سؤال، تأخذ سؤال؟ إن شاء الله. واحد سؤال وتجلس بلا سؤال. قطرة العين من المفطرات أم لا؟ لأنه عندما وضع القطرة في العين وجد المرارة في حلقه، أفطر أم لا؟ ما أحد يتكلم أفراد. الله أعلم. أجلس. يفطر إذا وجد. أفطر. هل رأيت يوم من الأيام أحد يشرب من عيني؟ رأيت بالله أحد؟ ها يا إمام، رأيت أحد؟ إذا خطرت العين لا تفضل، لأنه ما نرى يوم من الأيام إنسان عاقل يشرب من عيني. ترى هذا كلام؟ لا، إذا خطرت العين لا تفضل. مفهوم؟ الاكتحال، المرأة تابع الكحل، السواك لا يفطر في الليل وفي النهار وبعد الغروب وقبل الغروب وفي كل وقت يستعب، ما في إشكال. التبرد ما في إشكال، الاغتسال لا إشكال فيه، قطرة العين لا إشكال فيها. مفهوم؟ طيب، إذا هذا المفسد الأول، الأكل والشرب عمدا وما جرى مجرى الطعام والشراب أو قام مقام الطعام والشراب، أما قطرة العين لا إشكال فيها. الله أعلم. نعم، بعد هذا. نعم الشيخ. توقف. فتح الله عليك. يقول الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام. إذا جامع في الليل لا إشكال. إذا كان لا يجب عليه الصيام لأنه مسافر وجامع في نهار رمضان لا شيء عليه. إلا قضى هذا اليوم فقط. فمن جامع في نهار رمضان وكان يجب عليه الصيام فعليه كفارة مغلظة، وهي اللي يريد يتكلم يا رب. نعم، 60 يوما متتابعين، صيام شهرين متتابعين فقط. ما هذا إذن الذي أكل خلص النهار يقضيه 60 يوم فقط. أجلس. من يعرف؟ لا أحد يعرف، الحمد لله. لا أنا عتق رقبة مسلم، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فطعام 60 مسكين. مفهوم يا أخي؟ الله يفتح عليك. إذن من المفسدات بل كفارة مغلظة الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام. بعدها فطرات لله وإنا إليه راجعون. نعم، زر المني. نعم، تعمد إخراج المني في نهار رمضان، الاستبناء، خرج بهذا ما لو احتلم ونام بعد الفجر ثم استيقظ وجد أثر مني فصيامه صحيح لأنه ما تعمد. جيد، غير
الرده ذكرناها في الاسلام، لانه لو سب الرب وكذا صيام باطل. القي عمدا، القى الاصبع في ذيل واخرج ما في بطن، افطر اثم. نعم. لكن لو استقى من دون ان يتعمد صيام صحيح. اخوي اصبر الله يهديك، اصبر الله يهديك. سافر ما في اشكال، صائم ما يفضل لما يسافر، هو ان شاء افطر وان شاء صام. طيب نعم يا اخي. لا ما نريد سؤال، ما نريد سؤال. الحجامة ومثل الحجامة التبرع بالدم، احتجم وهو صائم أو تبرع بالدم، لكن أخذ عينة من الدم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا لا يفطر، ما في إشكال أخذ عينة من الدم تحليل دم ما في إشكال، لكن تبرع بالدم لأنه يحصل للجسم تعب. والحجامة كذا خروج دم الحيض والنفاس، نزل عليها دم الحيض والنفاس أفضل. الأكل والشرب عمدا، وما جرى ما جرى الطعام والشراب، أو قام مقام الطعام والشراب والجماع والقي عمدا وخروج دم الحيض والنفاس والحجامة. والحمد لله رب العالمين. طيب طيب مستحبات الصيام، يستحب للصائم أن يفعل أشياء، من يعرف إخواننا إيش نسمع في رمضان؟ الله المستعان. من يعرف؟ يقول إطعام الطعام، إفطار صائم حتى يكون له أجر. طيب على واحد اللي يعرف أربع أسبوع أخواننا. نعم يا أخي. أوقف. قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القرآن في رمضان، وفي السنة التي مات فيها على القرآن مرتين. إكثار من قراءة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله يفتح عليك يا شيخ. أجلس. غير هذا، نعم. تأخير السحور. تعجيل الفطر وتأخير السحور. يعني مجرد ما مثل يأكل مباشرة. ويؤخر السحور ما يدخل وقت الفجر، لأن بعض الشباب هدانا الله إياه ما يضع السفرة إلا قبل الأذان بثلاث دقائق خمس دقائق. خمس دقائق. تعجيل الفطر وتأخير السحور. والفطر على رطب. فإن لم يجد فعلى تمر. فإن لم يجد فعلى ماء. فإن لم يجد فعلى ما وجد. برتقال، تفاح، لحم، طعام. فإن لم يجد نوى. وإذا نوى أفطر، وإن لم يأكل ابن شرب. مرة أخرى. يفطر على رطب. ما هو الرطب؟ الآن الذي يخرج من النخلة قبل أن يطيب ويصلح للأكل يكون أخضر مر. فعندما يبدأ يتغير ويطيب للأكل ولا يصلح للتخزين فهو رطب. وعندما يصلح للتخزين فهو تمر. إذا الرطب مرحلة بين عدم صلاحية الأكل ومرحلة بين التخزين. مفهوم؟ يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى موجد، فإن لم يجد نوى أفطر. مفهوم يا أخي؟ طيب. ويتسحر على تمر. تعجيل الفطر وتأخير السحر. أكلة آخر الليل هي التسحر. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة في ماذا؟ بركة في الطعام، نعم. وبركة أنك تتقوى في نهار رمضان. الله سبحانه وتعالى غني عن تأديب عباده، صح؟ أي نعم. الإكثار من الصدقة في رمضان، لأن أجود ما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وحين لقاه جبريل عليه السلام
صلاة التراويح المحافظة على صلاة التراويح في المساجد جماعة وتقوم مع إمامك حتى يصلي تكتب لك قيام ليل. غير سلام من النواف الدعاء لأن دعوة عند فطرة دعوة الصائم مستجابة. قلنا الله يفتح عليك الاعتمار صلى الله بلغني وياه العمرة في رمضان يا رب الاعتمار في رمضان تعدل تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا جيد السواك استغفر. قلنا هذا مجاز استغفر كل وقت ما مشكلة. نعم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تحري ليلة القدر الدعاء بما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني. طيب مستحبات الصيام يكره للصائم أمور المبالغة في الاستنشاق وذوق الطعام لغير حاجة ذوق الطعام لغير حاجة إذا يباح ذوق الطعام للحاجة خاصة المرأة لأنها ممكن تطلق عند المغرب إذا قال النوم زعلان تذوق الطعام للحاجة إذا تخاف فتذوق الطعام للحاجة لا أشكال لكن غير الحاجة لا هنا حاجة وزيادة لكن ضرورة نعم ما تفضل ذوق الطعام مفهوم؟ القبلة للصائم تقبل الزوج فقط فالقبلة للصائم إذا كان يخاف على نفسه فهذا لا يقبل مفهوم؟ طيب يحرم عليه الغيبة والنميمة فعل كل محرم وقول كل محرم والقبلة إذا كان لا يملك نفسه. طيب ننتقل إلى صيام النافلة من يعرف النافلة في الصيام ما هي النافلة في الصيام لا وإنا إلا رجل أخوانا شاركونا الله المستعان نافلة صيام النافلة ما هي صيام النافلة ما في صيام رمضان فقط عندكم ولا ما لا. نعم الشيخ صيام الاثنين والخميس والاثنين آكل صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع والاثنين آكل في الصيام نعم نعم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأولى أن تكون في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الميلادي لا اعتبار للشهور الميلادية في الشريعة أبدا لا تعتبرها ولا تلقي لها بال أشهر هجرية أبدا هجري نعم صيام ستة أيام من شوال بشرط أن يكون أتم صيام شهر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فإذا كان عليه أيام رمضان يقضي أولا ثم بعد هذا الأولى كذلك في صيام الست من شوال أن يبدأ بها في اليوم الثاني ويجعلها متتابعة فرقها أو اليوم العاشر أو الحادي عشر أو العشرين لا إشكال لكن الأولى يبادر بها من ثاني يوم من شوال جيد صيام يوم عرفة لغير الحاج الله يفتح عليك صيام عاشوراء مع التاسع أو الحادي عشر الله يفتح عليك صيام شهر شعبان ومحرم لا
لكن لا تمشي شهر شعبان بالصيام. صيام داود عليه الصلاة والسلام صيام يوم وفطر يوم. صيام صيام داود قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم وفطر يوم. صيام الأيام العشر من ذو الحجة لدخولها تحت الأيام الصالحة، طبعا دون يوم عرفة معروفة ويوم العيد، لدخولها تحت الأعمال الصالحة. إن صح فيها حديث الصيام الحمد لله، وإن لم يصح تدخل ضمن الأعمال الصالحة، هذا جيد. طيب عندنا صيام محرم، من يعرف الصيام المحرم؟ صيام الدهر يصوم ولا يفطر، صيام يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، صيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي، صيام يوم الشك الآن الثلاثين من شهر شعبان محرم إلا إذا كان من عادة يصوم موافق أن هذا جاء يوم الاثنين والخميس، وكان من عادة يصوم فصام من أجل الاثنين والخميس لا من أجل الاحتياط والشك يصح. طيب صيام الإفراد الجمعة والسبت والأحد بالصيام مكروه، لكن إن صام لا من أجل الجمعة لكن من أجل أن هذا اليوم يوم عرفة وكان يوم جمعة يصح إفراده بالصيام والإشكال، وإذا أراد أن يصوم الجمعة يصوم معه الخميس أو السبت. مفهوم؟ طيب يبقى معنا صلاة العيد. العيد عند أهل الإسلام ليس كالعيد عند المسلمين. نستقبل العيد بالطاعة، نستقبل العيد بالصلاة، نستقبل العيد بالصدقة زكاة فطر أو أضاحي، نستقبل العيد بأول النهار، والذي يبكر دائما هذا دليل على النجاح. يستقبل العيد بالسهر والضياع، والذي يسهر إنسان فاشل. نعم نستقبل العيد بالإحسان إلى الخلق، زكاة الفطر وتتصدق من الأضاحي، يستقبل العيد بضياع الأموال وكذا صح. نستقبل العيد بإتباع الحسنة الحسنة، ويستقبل العيد باتباع السيئة السيئة. نعم. وعيد أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الحب، عيد الأم، عيد ليش؟ ما عندنا هذه الأعياد إخوان. الأم في كل يوم عندنا أعياد. فكيف مسلم يشارك هؤلاء في أعياد المحتفى؟ كيف يعني؟ وبعضهم قال أنا والله ما أشارك. أنا أحتفل أنا وأولادي، آتي بالتورتة والشموع وأحتفل ليلة رأس السنة في العيد. سبحان الله، هل هم يحتفلوا معنا؟ لا. كيف تحتفل معهم؟ أو يهنئ الكافر بالعيد، تهنئة الكافر بالعيد إقرار له علامة، ما تهنئه بالعيد. فهم؟ أمرنا إذا مررنا بقبور على الكفر إيش نقول؟ أبشر بالنار. تقول تهنئ ولا تقول؟ مفهوم؟ تهنئ بالعيد؟ تقول السلام بارك ولا كذا؟ أعوذ بالله. طيب العيد يخرج الناس إلى خارج البنيان لأداء صلاة العيد، وإن صليت الآن في المساجد لا إشكال، يجوز أن تقام صلاة العيد في المساجد، لكن السنة والأولى أن تكون في خارج البنيان. أمكن لكم أن تصلوا في الخارج الحمد لله، إن لم يمكن يجوز أن تصلوا في المساجد ولا إشكال. السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات بعد صلاة العيد في بعد صلاة الفجر في يوم العيد. لماذا؟ لأن الصيام هذا اليوم محرم،
وحتى يفرق بين الفريضة والنافلة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل تمرات وترا، يخرج من طريق ويرجع من آخر. لماذا يتفقد الناس؟ لأنه يخرج زكاة الفطر. يهنئ الناس لا بأس بالتهنئة، تقبل منا ومنكم. يخرج يشرع التكبير ويصلي بهم الإمام ركعتين، وبعدها تكون بعدها يخطب. في هذا اليوم يعني نستقبل كلنا العيد بالطاعات لا بالمعاصي، مفهوم؟ نعم. الله أعلم، يعني هذا ما يتعلق بأغلب المسائل التي تكون في شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني إياكم ويعنى على صيامه وقيامه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.